الفل. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهوان، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يا كريم زي ما انت قلت معانا تفاصيل كتير جدا، طبعا معانا كمان حفل نيمار، ولكن هيكون في آخر جولتنا الصحفية النهاردة من داخل مقر القاهرة 24. ولكن في البداية عايزة أبارك لكم وبارك لنفسي، مش عارفة بصراحة للمرة الكام، ولكن هنفضل نبارك للمرة المليون على تتويجات وألقاب النادي الأهلي اللي موجودة في كل مكان، واللي تحدثت عنها جميع العناوين الصحفية والمانشيتات الصحفية في جميع الصحف صباح اليوم ده، طبعا بعد تتويج النادي الأهلي مساء أمس الأحد في حفل جلوب سوكر للأفضل في القرن، وتحديدا في نسخة خاصة واللي تم فيها يعني تتويج الكثير من اللاعبين العالميين الأفضل من خلال عام 2001 وحتى عام 2020، واللي تم فيها تتويج النادي الأهلي كنادي القرن والأفضل في إفريقيا والأكثر تتويجا بالألقاب والبطولات. فمن موقع القاهرة 24 أبرزها تتويج الأهلي ورونالدو، تعرف على جوائز حفل جلوب سوكر للأفضل. زي ما قلنا طبعا بعد تتويج النادي الأهلي يأتي تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، اللي حصل على جائزة لاعب القرن كأفضل لاعب في القرن العشرين، وبذلك بيصبح الأسطورة رونالدو طبعا هو الأسطورة الأبدية لكرة القدم بعد حصوله على هذه الجائزة. أما بالنسبة لأبرز جوائز الحفل، وهو الحفل يعني اللي شاهده أغلب عشاق كرة القدم في أنحاء العالم، وهو جلوب سوكر، كانت الأفضلية والعالمي الإسباني جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حصل على جائزة مدرب القرن، وكمان هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ جائزة أفضل مدرب في عام 2020، وكمان مينديز وكيل كريستيانو رونالدو حصل على جائزة وكيل القرن كأفضل وكيل أعمال في القرن العشرين، وريال مدريد الإسباني حصل على جائزة نادي القرن في أوروبا كأفضل نادي في القرن العشرين والأكثر أكثر الأندية الأوروبية تتويجا بالبطولات. أيضا كمان الايرلندي ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونخ حصل على جائزه افضل لاعب في عام 2020، وكاسياس حارس ريال مدريد السابق حصل على جائزه شرفيه عن مسيرته الكرويه، وكمان بيكي يعني قائد برشلونه كمان حصل على نفس الجائزه وهي جائزه شرفيه عن مسيرته الكرويه. كمان من موقع القاهرة 24 أحمد مجاهد يعلن عبر القاهرة 24 إلغاء شعار الدوري. الحقيقة أن كان في مساء أمس يعني ندوة استضافها موقع القاهرة 24، كان فيها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية واللي هي معنية بإدارة اتحاد الكرة خلال هذه الأيام، كان ليه تصريحات كثيرة جدا مهمة، وأهمها هو إلغاء شعار مسابقة الدوري الممتاز، واللي كان تم الإعلان عنها أثناء تولي اللجنة الخماسية رئاسة عمرو الجنايني. كمان أضاف في الندوة أحمد مجاهد أنه تم إلغاء شعار المسابقة أول ما هو تولى المهمة، لأنه أضاف أنه شعار المسابقة ومسابقة الدوري الممتاز، وتحديدا شعار مسابقة الدوري الممتاز دي يعني أهمية أو دور الأندية وليس دور اتحاد كرة القدم. من موقع اليوم السابع، لاعبو منتخب الشباب يخضعون لمسحه جديده اليوم بفندق العزم. النهارده هيخضع لاعبو منتخب الشباب لمسحه جديده اليوم الاثنين بعد ما خضعوا للمسحه الاخيره واللي ثبت او استمرت ايجابيه مسحه 14 لاعب، وده طبعا بعد انسحاب المنتخب من بطوله شمال افريقيا والمؤهله لكاس الامم الافريقيه موريتانيا 2021. النهارده ان شاء الله هيتم المسحه وهنتعرف على نتيجه المسحه اذا كان لسه في ايجابيه لل 14 لاعب ولا يعني هتعلن سلبية هذه المسحات. كمان من المقرر أن يعلن اتحاد الكرة قراراته في أزمة المنتخب بعد الانسحاب والعودة من تونس كمان يوم الخميس المقبل، هيتم الإعلان من قبل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة عن هذه القرارات يوم الخميس المقبل بعدما تسلمت لجنة تقصي الحقائق جميع التقارير وتسلمت جميع الشهادات من جميع القائمين على بعثة المنتخب، وأهمهم يعني جميع الأطراف على رأسهم جمال محمد علي رئيس البعثة في تونس، وكمان ربيع ياسين المدير الفني، كمان الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول، ووليد ماهر القائم بأعمال المدير الإداري للمنتخب، وكمان عادل محفوظ مدير المنتخب.
من موقع كورة، إقالة مدرب النصر السعودي. أعلن مساء أمس الأحد النصر السعودي عن إقالة المدير الفني والمدرب البرتغالي فيتوريا بعد النتائج السيئة اللي استمرت خلال الفترة الماضية للفريق. قال رئيس النادي عبر حسابه الشخصي على تويتر: تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجال النصر، وفقنا الله بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره. تابع كمان في تدوينته عبر تويتر: عملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة وظروف المرحلة، فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم كما يلي. يعني الشرط الأول أو القرار الأول اللي جاء في تدوينة رئيس النادي إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي وتعيين مدرب شباب النصر السيد آلين هورفيت مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا. كمان استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي، وده مهمة للجهاز الفني. واختتم كلامه قائلا: نسأل الله سداد. أخيرا من سكاي نيوز عربية، بخصوص الحفل اللي أقامه نيمار. الحقيقة يعني تعرض لانتقادات واسعة جدا من البرازيليين، خاصة مع تفشي فيروس كورونا، ولكن نيمار يمكن لم يأبى لهذه الانتقادات ومستمر في احتفالاته. لأن العنوان جاء في سكاي نيوز عربية: 5 ليالي و500 ضيف، نيمار يشعل الغضب في البرازيل. بحضور مئات الضيوف اللي يعني عزمهم نيمار، وأقام كمان نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل حفل كبير جدا في قصره بالبرازيل احتفالا بنهاية العام واحتفالات الكريسماس عامة. بدأت أو ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية أن نيمار قام بتنظيم الحفل كبير، حفل كبير جدا في قصره. انطلق الحفل ليلة 27، والمقرر أنه هو يعني يستمر الخمس ليالي أو الخمس أيام القادمين وينتهي يوم 31 ديسمبر المقبل، يعني احتفالا برأس السنة أو العام الجديد 2021. كمان يشارك في الحفل 500 فرد عزمهم نيمار، يعني من صحابه من جميع أنحاء العالم، وده أثار غضب يعني جميع محبي نيمار، لأنه 500 فرد في هذه الظروف صعب جدا، يعني خاصة أن البرازيل كمان بتمر بظروف صعبة جدا، وهي بتدخل ضمن قائمة الدول الأكثر إصابة مع الهند والولايات المتحدة. كمان تعرض نيمار للانتقادات بسبب أنه هو يعني كمان دعا فرقة كبيرة موسيقية جدا، وقام بتدشين مالها ليلي تحت الأرض تحت القصر اللي بيسكن فيه خاص علشان يقوم فيه بهذه الاحتفالات، وكمان عمل عازل صوتي علشان الجيران ما يتضايقوش. ولكن يعني توالت الانتقادات، لأن كمان يعني نيمار هيدفع لكل حد 5000 يورو في اليوم الواحد، يعني أجر بيت جنب المزرعة والقصر اللي بيسكن فيه، وهيتم على مدار الخمس أيام احتفالات متواصلة. وحتى يعني الآن لم يتم الإعلان عن نية نيمار في إلغاء هذه الاحتفالات، خاصة في الظروف الصعبة اللي بتمر بها البلاد. أخيرا مباريات اليوم في الدوري المصري: سموحة والزمالك في تمام الساعة 5 مساء، كمان الأهلي والاتحاد السكندري طبعا في تمام الساعة 7:30 مساء. أما بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي فكريستال بالاس وليستر سيتي في تمام 5 مساء، كمان تشيلسي مع أستون فيلا في تمام الساعة 7:30 مساء، إيفرتون ومانشستر سيتي في تمام الساعة 10 مساء. أما بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا فهيكون مباراة مولودية الجزائر وصفاقسي في تمام الساعة 10 إلى ربع مساء. بشكركم جدا، ودي جولة صحفية من داخل مقر القاهرة 24. عودة للاستوديو مرة أخرى.